نخش في اول حاجه ايه مثلا الكفته. عايز اتبل الكفته بطريقه حلوه سهله بسيطه ما فيهاش اي افتكاسه، موضوع بسيط جدا. ولو حبينا نستخدمها ببقري ماشي، حبينا نستخدمها بلحمه ضاني برضو ماشي، ونشوف ايه الموضوع. وانا بنقي حته اللحمه او بختارها بقول له انا عايز اعملها كفته زي اللي احطها على الفحم. ليه؟ طب لو جبت نص كيلو لحمه مفرومه عاديه يا شيف مش هينفع. اقول لك وارد يحصل حركه بعض الناس ما تحبهاش. اللحمه المفرومه الساده تنفع في حاجات معينه وقليله مش بكتر يعني صدقوني اللي بقوله ده صح والله يعني، واسالوا اي حد. ممكن اداريها في تعصيجه مع بصلايه مش عارف ايه تمشي. اما لو انا عايز حته كفته لازم يكون فيها سنه دهون، عايز حته برجر لازم يكون فيها سنه دهون، والاخر الحاجات دي بتبقى بس فيها نفس شويه، والدهون مش شرط تكون كتيره بالشكل ده. فبقول له لو سمحت عايز نص كيلو لحمه لطيفه اعملها كفته، والراجل طبعا بامانته يديها لنا يكون فيها حته ليه حلوه فيها حته هادئ كويس. فبنشوف الشكل زي ما حضراتكم شايفين ده. طيب نجيب بوله فاضيه بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نعمل خلطه كفته حلوه تمشي بقى زي ما قلت لحضراتكم. لو عايز امشيها على سيخ ماشي، عايز امشيها في البتنجان برده ماشي. نجيب الاول بسم الله الرحمن الرحيم حبه بقدونس حلوين وعليهم كمان بصلايه. شايف البصلايه دي يا استاذ معايا؟ هاخد الميه بتاعه البصله دي واحطها فين؟ مع تبله الكبده. شايفها اهي؟ بص شايفها بعمل ايه؟ ادي البصلايه اهي، بص بعمل ايه؟ ببشرها كده وباخد ميتها وبعمل كده اهي. دي اسمها ميه البصل ان انا هشتغل بيها للتتبيله بتاعت المشويات او الكبد عامه او اي حاجه. وهنا التفل اللي هشتغل بيه الكفته اهو، بص اهو التفل اهو شوف. طب ليه يا شيف مفيش تفل في الموضوع؟ ليه مفيش ميه مع الكفته مع التفل يعني؟ اقول لك والله هنقابل مشكله مش لطيفه هتفك مني، هتبقى سايبه وده مش لطيف عامه في الكفته ومبقاش حلو. طيب نرجع تاني، فلفل اسود الاول مجروش فريش كده شويه بسم الله الرحمن الرحيم، حبه حلوين كده اهو شوية. الكفتة تحب الملح والفلفل شوية يعني، زود سنة ما تخافوش اهو، مش هيأثر عليا الفلفل الأسود في الكفتة أو في المشويات عامة لو زاد مني سيكا، مش هيخليها سبايسي ولا هيخليها غامقة، بس أهم حاجة تكون معمولة برضو بالمعيار المعقول يعني، ما أحطش معلقتين في نص كيلو كفتة ما ينفعش طبعا. طيب ملح وفلفل زي ما حضراتكم شايفين معلقة صغيرة. لو حابب أحط عندي حبة بهارات مشكلة ماشي كده، شوف مفيش أي حاجة خالص. حابب اضيف اي حاجه ثانيه انا تمام، بس انا كده انا شايف ان الامور مش محتاجه مني اي افتكاسه. هنحشي لسه زبيب ولكن هنشوف بتعمل ازاي. اقلب الاول البصلايه مع فص توم كمان هنجيبه حالا مع حضراتكم في النص كده يديني برده ايه نفس كويس اهو، كمان سنه، وامسك الكلام ده كله الاول يتقلب عشان اشوف شكله عامل ازاي وريحته، ده اهم شيء اهو. شايف المنظر؟ الله اكبر. واجيب عندي الكفته بتاعتي او اللحمه المفرومه بتاعتي وابدا امسك الكلام ده كله واقلبه كويس جدا اهو، يبقى كله شبه بعضه كده اهو كده اهو، واقلب حاجتي كلها تبقى مع بعضيها، ريحه البهارات تبقى ماسكه كويس في كل اديها سن البهارات كمان اهو، واقلب كويس اهو. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بقت خلاص كلها حتة لحمة زي بعضيها اهو، شوف المنظر اهو، تمسك كده اهو تلاقي كله شبه بعضه، حتى لما نيجي نفتح من النص بسم الله بص شوف كله من جوه زي بعضه. أشم الريحة أطمن، فص التوم عامل شغل، البقدونس عامل شغل، كل حاجة عملناها مع حضراتكم بكل بساطة ريحتها فيها. طيب خلاص كده تمام التمام. عايز اعمل اصبحها طبعا وممكن نحشي طبعا حالا مع حضراتكم، ولكن تعالوا الاول نجهز بس الاول اقل من دقيقتين حبه عصير طماطم خفاف قوي اللي احطهم في ارضيه البايركس. هجهز حاجتنا واحده واحده. ادي الكفته تريح شويه مطرح ايدي عشان طبعا السخونيه اللي عملتها دي كلها. هنشيل بتاع الكبده على جنب. هنجيب عندنا ماشي، شايف انت الحاله دي؟ نلبس كلافز بس نضيف ونعمل حبه صوص. طبعا الجو حر لا يطاق نحط لها صلصه طماطم كتير واخليها مش عارف ايه، انا هخليها كده ايه، هنشوف واحده واحده بكل بساطه نعمل مرقه بس فيها طعم الطماطم. طبعا هجيب عندي في الطاسه الحلوه دي، بص بقى
في الطاسه اللطيفه دي شايفها يا استاذي، الاول هجيب عندها كده معلقه من صلصه الطماطم، شايفها يا باشا على الطاسه دي اهي ماشي، وعليها حبه عصير طماطم. بص قد ايه، شوف مفيش. بص التيستا جاي منين بقى، ده ايه، عود زعتر في النص، عليهم ايه، بسم الله، حبه ميه اهو شوف سخنه اهو، انا كده زي الفل. خلي دي هنا كده تاخد غلوه، واروح اعمل ايه ما شاء الله كده، مديها عندي سنه بهارات نفس حاجه تبقى متحيقه، يبقى ميه، واروح مديها عندي بص مكعب مرقه شوف، وجايب الكلام ده كله مقلبه مع بعضه اهو، شوف ريحه الزعتر مع اساس الطماطم مع حبه الميه مع حته المرقه، عملت نفس، عملت ريحه، وبرده بالمعقول. بص المنظر، ليه بحطها على النار تاني؟ انا محتاج بس اخد غلوه، لان حطينا اساس الطماطم، ما لو حطينا اساس الطماطم لازم مكعب، برده مكعب مرقه، ومش شرط يكون في اي فليفر، ممكن يكون مكعب مرقه خضار. الموضوع بسيط ما فيهوش اي افتكاسه، مع بخ الفلفل الاسود كده على الوش تمام لحد دلوقتي. اجيب عندي البتنجان بتاعي وابدا اجهز نفسي للي جاي اهو، ووسع بقى حالي كده، ونجيب بايركس لطيف ونشوف هنعمل ايه. ادي البايركس الشفاف ده جنبي كده، وهنجيب عندنا البتنجان نعمله كده اهو، ركزوا معايا، نفرش البتنجان الاول عشان نعمل الطريقه برضو ايه، زي اي حد يخش المطبخ يعملها وهو مش متضايق اهو، وبوسع الفاصل ده، شايف ان في النص ما بلزقهمش في بعض اهو، حلو الكلام لحد كده، كلام جميل. هجيب عندي حبه ميه صغيرين قوي في بول عشان ايدي ما تلزقش مع الكفته، من حنفيه ميه ساقعه بس تمام كده اهو، واعمل كده وابلي ايدي كده، شايف المنظر اهو، واجيب عندي حته الكفته اللطيفه دي مش كميه كبيره اهو، وهسقطها كده، اقسط منها كمان حته صغيره، واروح مسقطها في ايه، بشكل كوره، بشكل صوابع اهو، شوف كده شوف. عايز احشيها انا بقى زي ما قلت لحضراتكم زبيب النهارده، وليه مزاج اعمل، اجيب عندي حبه زبيب منقوعين في ميه عشان يبقوا معايا تراي، واجي اعمل كده شايف اهو، تاني راح اعمل كده اهو، وبالراحه جدا اهو شوف اهو، دي اول واحده. يلا نكمل، مش بكتر اللحمه، حاضر عينيا الاثنين اهو. بص عايزها ساده، ماشي اهو ساده، منا هانم، يا منا الو، صباح الورد يا فندم، ازي حضرتك؟ صباح الخير يا سيف علاء، يا رب تكوني بخير يا فندم. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم كله بخير، نحمد ربنا. استمي. الحاجات الجميله دي، بشكرك يا فندم لذوقك، ميرسي لذوقك، جدا 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 اني بكلم حضرتك يا فندم، ده شرف لينا يا فندم، ربنا يعزك ويديم محبه. انا بتصل من فتره كبيره جدا مش عارفه اوصل يا فندم، احنا معاك كل يوم على الهوا وتحت امركم في اي وقت في اي مكان. انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك كلمه واقفه بزوري بصراحه. ايه بس خير؟ ربنا يكبر خاطرك زي ما بتكبر خاطر الناس. ربنا يخليك يا فندم، بشكرك، ربنا يخليك بجد والله العظيم، انت من الناس المحترمه القليله في الدنيا والله. ربنا يخليك، ده من بعض عندكم يا فندم، انتوا احسن وتستاهلوا كل خير، وانتوا دايما جابرين خواطرنا بكل حاجه حلوه عندكم والله. والله العظيم انا ما شفت في حياتي انسان محترم زي حضرتك. بشكرك، بشكرك والله لذوقك، وتسلمي على الكلام الجميل ده كله، تسلمي وتعيشي، ومتشكر جدا لمتابعتك لينا يا فندم. تسلمي تسلمي، شكرا جدا ليك يا فندم. صباح الورد، ابدا ارص كده شايف، بكل بساطه. تاني نكمل اهو، بص انا بعمل قد ايه، مش بكتر اللحمه اهو، بص حته الكفته عامله ازاي، شوف ماسكه نفسها اهو، عايز احشيها، بص بعمل ايه، ادي الزبيب، وراح اعمل كده تاني اهو، وبايدي خلاص، وراح اعمل كده، وجايب عندي البتنجانات بكل سهوله، بس بالراحه انا بعمل بتنجانه، واحط في بالي البتنجان محمر نص تحميره، يعني دخل تسويه، فمش هيكون معايا تسويه كتير، ولكن لو وانا بقلب عملت جبهه هتروح مقطوعه مني، يبقى بالراحه كده، هي مش محتاجه مني اي عافيه ولا اي شيء، وراح ماسكها زي ما هي كده وحاططها بالشكل ده تمام. نكمل الباقيين عشان نخلصهم يبقى تمام التمام، وعندي الصوص زي ما حضراتكم شفتوا ان انا عملته خفيف جدا، خلص وبقى تمام التمام اه كده اهو، شوف عايز سبايسي، يا سلام بص الحركه دي، بس ناخد بالنا طبعا لو حبيناها سبايسي نبقى عاملين حسابنا ان ممكن الجراءه تاخدنا ان نعمل اللي احنا بنعمله ده. بص القرن فلفل ده اهو،
اهو شايف قرن الفلفل، بسيبه على نصين واجي اعمل حته في النص كده لو حبيت. بس ده لو ما تعرفش بقى ان هي سبايسي اجرك الله طبعا من الموضوع، هيبقى في قلق وفي زعل مني. بس حجم، بص حجم الكفته قد ايه، صغير جدا اهو كده اهو. نكمل، حابين بقى ممكن نحشيها جبنه، هي فكره لطيفه يطلع منها كذا حاجه. نحشيها جبنه موتزاريلا هتبقى طعمها حلو، اللي نفسك فيه اعمليه بالهنا والشفا اهو. فاطمه هانم، ازاي حضرتك يا سيف؟ اهلا بيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ والله يا سيف غالي علينا، والله حبيب الملايين، والله بشكرك يا امي، ربنا يعز حضرتك، تسلمي وتعيشي. يعني المحترم ابن المحترم والله، ربنا يخليك يا ماما، تسلمي وتعيشي يا امي. يا رب يخليك. والنبي يا سيف ولادي عايزين بص هيتجننوا ويسلموا عليك. انا اسف، ولادك مالهم؟ ولادي يا حبايبي اديهم لي مين؟ اديني اسمه ايه ولا اسمها ايه؟ محمد واحمد ويوسف. اللهم صل على النبي، اديهم لي، ربنا يحفظهم لك يا رب. الو اهلا وسهلا، مين معايا؟ الو انا انت... محمد. محمد ازيك يا حماده؟ الحمد لله. اخبارك يا صاحبي؟ الحمد لله. نفسي اطلع، انا نفسي والله اطلع شيف زيك يا حبيب قلبي. يا حبيبي تطلع احلى شيف في الدنيا والله يا حماده، والله العظيم. وتبقى جامد كده في الطبخ، تعمل ايه بقى، حلويات ولا اكل شرقي كده سخن يا شيف؟ نعم. انا عاوز ابعت اهداء لخالتي ساره. ايه؟ عاوز ابعت اهداء لخالتي ساره. يا سلام، ابعت اهداء لخالتك ساره. يلا. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حاج مين؟ الحمد لله، وانت عامل ايه؟ الحمد لله كويس يا حبيب قلبي. انت اسمك ايه؟ احمد. ابو حميد يا صاحبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ اه. ايه بتعمل ايه بقى؟ قول لي بتعمل ايه؟ والله نفسي اطلع شيف زي يا حبيب قلبي، ده انت تبقى احلى شيف في الدنيا والله العظيم. ده انت تنورني، يعني تبقى يعني شرف ليا، اكيد تبقى شيف واحسن مني ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. يا حبيبي ربنا يحفظك لماما وبابا يا رب دايما، ونشوفك احسن الناس كده واشطرهم واجملهم زيك. حبيبي صباح الفل عليكم، واسره كريمه واسره جميله، ونهاركم كله سعاده وخير ما شاء الله عليكم يا رب. طيب اكمل بقيه الدور، خلاص انا خلاص بقفل اهو اهو كده اهو. بالمره يعني هتيجي عليك انت اخر واحده ده، حتى كمان يعني ما شاء الله كمان ربع كيلو لحمه ونص يعني كفه معايا. بص ممكن اطلع منه كمان طبق كفته تاني اهو، نزود دي كمان كده ماشي. ونيجي نعمل ايه بقى، شايفين الصوص الطماطم ده؟ شفت بيه اهو، اجي في الاخر اروح اعمل كده اهو، شايف اهو، شوف خفيف ازاي اهو اهو. دول يعملوا كمان صينيه معايا تانية، وتقدري تعملي ده في البيت في كل حاجه نفسك تحشيها زي ما انت عايزه. 10 دقايق وهنشوف شكله عامل ازاي ان شاء الله. يلا نحطه في الفرن على طول ونسيبه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونطلع ده كمان، تعالى بس والله يا جماعه انا شغال يعني فاهم، خليكم معايا. بص البتنجان ده بقى عامل ازاي، الله اكبر. شوف هنطلع فاصل لما نخلص اهو، شوف المنظر ده، لسه هنغرفه يعني انا مش هسيبه كده. طيب واللي في الفرن اخباره ايه؟ تمام شغال زي الفل، الله اكبر. تمام تعال نقفل ده ونطلع فاصل، ايه رايك؟ من وقت معلش سامحني، احنا مع بعض. طيب بصلايه وطماطمايه حلوين كده، شوف يا استاذي كده اهو ماشي كده اهو، والبصلايه في النص فريش. انا على فكره كنت ممكن احطها عندي في الني ونطبخ بيها، بس انا الصراحه حبيت ان اخليها تبقى يعني ايه، هنشوف كده اهو ماشي الكلام لحد كده، كلام جميل. اجيب عندي بقى المساك اللطيف ده ونشوف اخبار الكفته ايه. عايزين نشوف الكفته من جوه يا شيف بعد اذنك، من ما تكروتناش في الغرف كده وتوريني، بس تعال نغرف كله وبعد كده هوريكم قصدي ايه. بص البتنجان عامل ازاي يا استاذ، بس ايه حاجه تبقى مظبوطه. فاكرين الصوص ناعم ما فيهوش اي دسامه ولا اي حاجه اهو،
هنجيب اخر واحده احطها على القطعه يا استاذي بعد اذنك ونشوف شكلها عامل ازاي من التسويات. ايه رايك؟ يلا نفتح واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله معلش بص بص كده كفته شوف. معلش انا ببوظ بس معلش لازم اوري لحضراتكم انا قصدي ايه. بص الكفته بقت عامله ازاي. تمام. ما بحبش اعمل الحركه دي بس صدقوني بتبقى فيها يعني ايه بنوضح اكتر. اعمل ايه؟ خلاص خلصنا. اه تمام. شوف بقى شكرا على الوش واروح ليمونه لطيفه كده اهو. وكمان وكمان كان في هنا اهو شوف شوف خليكم معايا شوف حاطين الزبيب فين. قال يعني انا عارف مكانه. قال يعني انا عارف مكانه وانا والله رايح له بالصدفه اقسم بالله. واروح جايب عندي حبه الزبيب على الوش كده وحاجه خضراء لطيفه